الكابلز الشهير الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي كانوا دايماً بيبقوا حريصين إنهم يبعدوا ولادهم عن الشاشة وعن الإعلام كحفاظاً على خصوصية العيلة بتاعتهم. وعلى الرغم من إن ليلي بنتهم بدأت تظهر من وقت حفلة عيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي اللي بيتوافق يوم عيد ميلادهم مع بعض يوم 18/11 السنة اللي فاتت، عملوا احتفال كبير لعيد ميلادهم 50 لأحمد حلمي وال 43 لمنى. ورغم ان ليلي ظهرت، ولكن في كل الصور احمد ومنى كانوا حريصين انهم ما يبينوش وش ولادهم يونس وسليم. وكان اول ظهور ليها من فترة في احد البرامج لما اتكلمت عن موهبتها اللي ورثتها من والدها احمد حلمي، موهبة الرسم. وكانت دايما ليلي بتظهر باطلالة بسيطة ومكياج بسيط وشعر اسود كيرلي، ولكن قررت النهاردة تتخلى عن كل ده وتظهر بنيو لوك جديد، وتغير لون شعرها للون افتح اكتر، وتغير ستايل شعرها الكيرلي لشعر الناعم والمفرود. وكشفت عن النيو لوك بتاعها من خلال مقطع فيديو صغير على أحد حساباتها على السوشيال ميديا، تعالوا نشوفه مع بعض. وبدأت الناس تعلق على الفيديو، وأغلبهم أجمعوا إنها شبه والدتها الفنانة منى زكي جدا. ولكن ده ما يمنعش برضو إن في مجموعة من الناس أجمعت إنها شبه والدها الفنان أحمد حلمي أكتر. والجدير بالذكر إن ليلي بدأت تطور موهبتها في الرسم والفن التشكيلي، وعملت مشروع خاص بيها على إنستجرام باسم ليلي وركشوب، وبدأت تنزل على الصفحة كل شغلها. تعالوا نشوف بعض الصور والفيديوهات من شغلها مع بعض. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.